وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا الآن مباشرة من تونس مراسلتنا أميمة بن خلف. أهلا بك أميمة. إذن أميمة، على ما يبدو منطقة ربما أو أرض النفيضة أو هذه المنطقة الزراعية تفتح ملف فساد جديد في البلاد. بالفعل رامي، زيارة ميدانية ثانية يؤديها الرئيس قيس سعيد في ظرف أسابيع قليلة إلى غابة النفيضة بمحافظة سوسة بالساحل التونسي. هذا المركب الفلاحي التابع للدولة التونسية والخاضع للديوان التونسي للأراضي الدولية يضم عدد من الأشجار المثمرة، آلاف أشجار الزيتين، يصدر زيت الزيتون، وأيضا هنالك تربية للأبقار والدواجن وإنتاج البيض. الرئيس قيس سعيد في زيارة يوم الأحد لهذا المركب يعاين ما وصفه بالخراب والتخريب الممنهج وفساد مالي وإداري على مستوى هذا المركب. الدولة التونسية رامي منذ الاستقلال استرجعت آلاف الهكتارات من الأراضي، وتوجه معظم هذه الأراضي إلى ما يسمى بالديوان الوطني للأراضي الدولية، وهو تحت تصرف الدولة التونسية للإنتاج والتصدير. وأيضا يقوم هذا الديوان بتخصيص بعض هذه الهكتارات للكراء، وفي حال معينة إخلالات على مستوى هذه الأراضي الفلاحية يتم سحب الترخيص من المستأجر، وهو ما يحصل مؤخرا، وذلك ما عاينتها السلطة التنفيذية في زيارتها الأولى إلى همشير الشعال. والنيابة العامة تفتح تحقيق في عدد 15 نفرا مسؤولون عن ما تهمت التبييض الأموال والفساد الإداري، وحتى صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل أعمال ورئيس نادي رياضي بمحافظة صفاقس، وهو يعني يمتلك أراضي بهذه الغابة، غابة الشعال، وأيضا هنالك احتفاظ بأحد عشر آخرين، ومن ضمنهم أيضا وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب، شغر منصب وزير فلاحة من سنة 2016 إلى سنة 2020، وأيضا مسؤولين إداريين بهذه الغابة الفلاحية أو هذا المركب الفلاحي الخاضع لل الدولة التونسية. يعني بالتالي أميمة، طالما أنك أشرت هنا إلى منطقة الشعال أيضا الزراعية، يعني الملفان يشبهان بعضهما على ما يبدو أو على ارتباط ببعضهما البعض على ما يبدو. بالتأكيد، ما دمنا نتحدث عن تجاوزات قانونية في إدارية ومالية على في المجال الفلاحي، فنتحدث عن هنشير الشعال وهنشير النفيضة وعدد من الإيقافات، والنيابة العامة فتحت بحث تحقيقي في الغرض. وفق المعلومات الرسمية الآن هنالك بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس نادي رياضي، وأيضا بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير فلاحة أسبق، ووقع الاحتفاظ بعدد من المسؤولين على المؤكد في هنشير الشعال في انتظار تفاصيل يعني التحقيقات على مستوى هنشير النفيضة الذي زاره الرئيس مؤخرا يوم الأحد. المعلومات المتداولة تتحدث عن رجل أعمال استولى على 80 هكتار من هنشير النفيضة في انتظار تأكيدات من السلطات والنيابة العامة. هذا الملف وقع تعهيده للقطب القضائي الاقتصادي و المالي، والشبهة هي تبييض أموال وفساد إداري واستغلال صفة موظف عمومي. نعم، شكرا جزيلا لك أميمة على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كانت معنا مباشرة من تونس مراسلتنا أميمة بن خلف.